مرحبا بكم في الأحد الاقتصادي. ناقلات نفط في الخليج العربي تعرضت لحوادث وتفجيرات خلال الفترة الماضية، أدت إلى بعض التذبذبات في الأسواق العالمية. إذا ارتفعت الأسعار تارة وانخفضت أخرى بفعل ذلك، فكما النفط سريع الاشتعال فإنه يتأثر بالسرعة ذاتها بأي أخبار عن توترات وحروب أو حتى كوارث طبيعية. وبالتالي فإن التأثير على نفط الخليج ينعكس على الأسواق العالمية. إذا ما عرفنا أن خمس صادرات النفط العالمي تمر عبر هذه المنطقة. التفاصيل مع إسراء أدويشات. شكرا لك عبد الله. يحتل كل من خليج عمان ومضيق هرمز أهمية استراتيجية على خارطة تجارة النفط العالمية، فأكثر من خمس صادرات العالم تمر عبرهما، لذلك كان لاستهداف ناقلات النفط هناك وقع مختلف. ابتدأت القصة عندما تم استهداف أربع ناقلات نفط في مياه الخليج العربي قبالة سواحل الفجيرة الشهر الماضي بألغام بحرية، حتى يأتي الاستهداف الثاني بعد شهر تقريبا، أي في 13 من حزيران الحالي، لناقلتين جديدتين وتغرق إحداهما. لتستشعر الأسواق التي تستهلك 100 مليون برميل يومياً بخطر الإمدادات النفطية الحيوية لديمومة النمو الاقتصادي في العالم، حيث يمر من مضيق هرمز ما يقدر ب 18 مليون برميل يومياً، وهو ما يشكل 18% تقريباً من الاستهلاك العالمي، لتستجيب بعدها الأسعار بالارتفاع طبعا بنسبة 4% نهاية الأسبوع الماضي، بعد رحلة من خسائر تكبدتها أسعار النفط خلال الأسابيع الأربعة الماضية. إذن لنتحدث عن هذه الأحداث وأكثر، وأحداث النفط وتطوراتها عالميا على الأسعار وانعكاساتها على الأسعار محليا وأقليميا، سنتحدث مع ضيف هذه الحلقة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق دكتور محمد حامد. أهلا وسهلا بك دكتور. إذن دكتور، تفجيرات وعمليات تخريب، نتحدث عن أكثر من ست عمليات تخريب خلال يعني تقريبا شهر، كيف ستنعكس فعليا هذه الحركات أو هذه التفجيرات إذا صح التعبير على المنطقة وعلى السوق، سوق النفط؟ نعم، شكرا سيدي. يعني حقيقة هاي الاعتداءات اللي صارت على السفن بتهدد بشكل مباشر إمدادات النفط العالمية، وزي ما حضرتك تفضلت وبداية الحلقة إنه حوالي 20% إلى 22% من النفط العالمي بمر في هاي المنطقة، وإحنا بنحكي عن كمية كبيرة جدا من النفط الخام اللي بمر من هاي المنطقة. يعني احنا بنحكي عن النفط السعودي والنفط العماني والنفط الكويتي، وبالبحرين ايضا كمية بسيطة جدا 40,000 برميل، وقطر ايضا، هذا اذا استثنينا طبعا ايران. بالتأكيد يعني بجوز يمكن قبل سنوات بجوز حوادث مثل هي كانت تؤدي إلى ارتفاع، وارتفاع كبير جدا في أسعار النفط العالمية، اللي شفناه إنه ارتفع يمكن حوالي 4% زي ما إجا بالتقرير، وبعدين صار في انخفاض أيضا بأسعار النفط، وهذا كله بدل على العرض الكبير اللي موجود ونمو والبطء في النمو العالمي، النمو العالمي للتجارة، وأيضا المخزون الاستراتيجي الأمريكي الهائل حاليا. نعم. فهذا كله أدى إلى أنه ما ترتفع أسعار النفط بشكل كبير جدا، ماخذين أيضا عفوك إذا سمحت لي بعين الاعتبار أنه ما زال النفط يتدفق من منطقة
الخليج إلى باقي أنحاء العالم. نعم، وكانت الطاقة الدولية يعني تحدثت في تصريح لها فعليا مباشر بأنه نعم. الهجمات يعني تهدد أمن الطاقة في العالم. هذا صحيح، وأنا بقول يعني نتمنى، أنا أتمنى الأمن والأمان للدول العربية الشقيقة في الخليج المنتجة للنفط والدول العربية الأخرى غير المنتجة للنفط، لأنه بنهاية المطاف أمن الدول العربية هو من الأمن الوطني الأردني اللي نعم. إحنا كلنا بنحافظ عليه، فبالتأكيد هو سيؤثر، ويعني إحنا إجينا خلينا نقول بمرحلة العرض أكثر من الطلب بكثير، ولذلك ما شعرنا بالتأثير، خلينا نقول التأثير المباشر، ارتفاع أسعار أو إنه العرض خف كثير، نعم. مما إنه ممكن يربك الأسواق. طيب يعني الحروب الجديدة هي حروب اقتصادية بحتة. طيب لمصلحة من ممكن أن تكون هذه الضغوطات وهذه التفجيرات إذا صحت الرواية بأنها هي حرب اقتصادية جديدة؟ نعم. ستضغط على من ولمصلحة من؟ والله سيدي يعني هي ليست بمصلحة أي دولة بالمنطقة، والتصريحات اللي اجت من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية كانت واضحة جدا، يدعونا إلى السلام بالمنطقة كلها، وبنفس الوقت إلى أن تكون هاي المنطقة منطقة آمنة وسالمة وبعيدة عن كل التوترات، لأنه زي ما حكينا 20% من نفط العالم كله يتدفق من هاي المنطقة، فمن مصلحة الجميع أنه تكون المنطقة آمنة ويعني تنعم بالسلام. نعم، أصابع الاتهام يعني خلال الفترة الأخيرة كانت تدور ل أو تذهب لكفة إيران. إيران إذا ما طبقت عليها عقوبات اقتصادية كبيرة يمكن أن تكتفي بالطاقة الموجودة لديها؟ سيدي إيران كانت تصدر حوالي 4.3 مليون برميل باليوم، انخفض هذا بشكل ملموس وبشكل ملحوظ وكبير جدا نتيجة العقوبات الأمريكية اللي فرضت عليها، وتواجه ضغوط اقتصادية قوية جدا، الوضع الاقتصادي وسعر الصرف العملة الإيرانية بتدني، ومن هون يعني أنا بتوقع أنه على المدى الطويل الوضع لن يستمر على ما هو عليه كما هو الآن. نعم، يعني لن يستمر اقتصاديا في يعني في هذا الوضع، الجو المشحون اللي موجود حاليا لن يستمر، لأنه ليس في صالح أي دولة من دول المنطقة. نعم، طيب إذا كانت بريطانيا، روسيا وأيضا وكالة الطاقة والعديد من الدول توجه أصابع الاتهام إلى إيران، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية حذرت بفرض عقوبات وأيضا بأنها يعني ستكون يد صارمة ضد من كل من تسول له نفسه الاقتراب من المصالح الأمريكية، نعتقد بأن يكون هناك ارتفاع لأسعار النفط بشكل عام؟ سيدي هو لا يهدد المصالح الأمريكية فقط، هو تهديد لمصالح أول شيء الشعوب المنطقة وأيضا الشعوب الأخرى، يعني لما إحنا نحكي خلينا نقول 20 مليون برميل يوميا بتدفق من هاي المنطقة، فهو بيأثر بشكل مباشر على شعوب الأرض وعلى الدول اللي موجودة هون، فيعني بتوقع إنه يعني بالمعدل أنه يتم نوع من التهدئة، لكن راح تيجي بعد خلينا نقول عمل دبلوماسي مكثف من أطراف مختلفة بما فيها الطرف الأمريكي أيضا. نعم، يعني برنت خلال الأسبوع الماضي نتحدث عن رابع هبوط، نعم، لم يتأثر فعليا بهذه الهجمات. بالضبط، كان يفترض في كما تحدثنا بالوضع الطبيعي كان يجب أن تكون الأسعار مرتفعة جدا خوفا على مصادر النفط، يعني المسبب الرئيسي لهذا الانخفاض. سيدي في عدة أسباب، أو أول سبب العرض كبير جدا الموجود بالسوق، هذا رقم واحد، وبالذات من الولايات المتحدة،
الولايات المتحدة يعني بتصدر الآن تقريبا حوالي 11 مليون برميل باليوم، ومؤخرا يعني الحكومة الأمريكية وافقت على بيع النفط الخام الأمريكي، مش فقط المشتقات النفطية والغاز المسال بس أيضا المشتقات النفط الخام. فهذا أول شيء اللي هو العرض، العرض كبير جدا اللي موجود بالسوق. واحد، اثنين زي ما حكيت المخزون الأمريكي الاستراتيجي الأمريكي مخزون كبير جدا، وصل لأعلى مستوى هذا المخزون. ثلاثة، في عنا خلينا نقول الطاقة البديلة اللي بلشت تأخذ محلها بمعظم الدول، سواء كانت الأوروبية أو الأمريكية أو عنا بالشرق الأوسط، ومشاريع كبرى بتتم بالشرق الأوسط. ولذلك هل الطلب على النفط خف، بالإضافة إلى ذلك لأنه إحنا بنأخذ النفط والغاز الطبيعي مع بعض، ولو أنه الغاز الطبيعي يسعر من خلال النفط الخام، لكن الغاز الطبيعي أخذ خلينا نقول دور كبير الآن كمصدر للطاقة. وإحنا شفنا بالآونة الأخيرة قبل فترة بسيطة جدا أنه أستراليا صارت رقم واحد في تصدير الغاز الطبيعي لباقي أنحاء العالم، حتى احتلت المركز الأولى وجاءت قطر بعدها. فالغاز الطبيعي برضو أخذ يعني دوره أكثر وأكثر. يعني نتحدث يعني عن خارطة الطاقة الجديدة. هذا صحيح، هذا صحيح. نعم. أشكرك سيدي، لأنه فعلا هي خارطة جديدة للطاقة. يعني في دول ما كانت تصدر النفط الآن بتصدر النفط، وأنا بحكي بالمنطقة مثلا إذا أخذنا الشقيقة مصر، فترة من الفترات كان عندهم مشكلة بالغاز. الآن الاكتشافات الهائلة اللي صارت بمصر والإنجازات الكبيرة في رفع كفاءة الوحدات التوليدية للكهرباء وتوفير كمية كبيرة من الغاز وتصدير الغاز المسال في مصر، هذا ما كان موجود، الآن هو موجود. خليني أقول كمان شغلة ثانية، اعتماد أو خلينا نقول دول كثيرة ما عندها إمكانية لأنابيب الغاز، الآن بكون موجود عندها ميناء غاز مسال لاستقبال الغاز المسال والتعويض عن المشقات النفطية. نفس الميناء الموجود لدينا يعني نتحدث عنه بقدرات استيعابية جيدة بالنسبة لأوروبا. هذا صحيح. نعم. وأيضا يعني دكتور نتحدث عن مصر، مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز. هذا صحيح. نعم. يعني أول شيء للوحدات التوليدية للكهرباء في عندهم اكتفاء، وأيضا طبعا هم بزودوا الأردن بالإضافة إلى ذلك، وأيضا ببيعوا الغاز المسال لخارج مصر. وخليني أقول بس بهالمنعطف هذا بس أعطي مثال، وين الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي ب 2014 أطلق استراتيجية سماها استراتيجية أمن التزود بالغاز الطبيعي، لأنه إذا تذكر حضرتك كان في مشكلة ما بين روسيا وأوكرانيا، وروسيا كانت تزود وما زالت جزء كبير من الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي، وصارت المشكلة هاي. فالأوروبيين ما بدهم يكونوا معتمدين على فقط مصدر واحد للغاز، وأعتقد أنه مصر أيضا ستقوم بتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي وغاز شرق المتوسط، راح يكون أحد أهم خلينا نقول منابع الغاز للاتحاد الأوروبي. نأخذ الغاز من مصر بأسعار تنافسية؟ بعتقد ذلك. نعم نعم، أسعار جيدة يعني خلينا نقول. نعم. طيب إذا نتحدث عن أمن الطاقة، كما تحدثت أن أوروبا وبعظمتها وضعت استراتيجية جديدة، يعني الأردن سيتأثر من هذه الأحداث التي تحدث حولنا في أمنه للطاقة؟ يعني بتمنى أنه ما يصير علينا أي تأثير مطلقا. زي ما حكيت إحنا بنجيب المشتقات النفطية، شركات التوزيع
بتقوم باستيرادها. شركة مصفات البترول بتكرر من 50 إلى 60 ألف برميل باليوم، يعني رقم مش كبير، لكن احنا اللي بنجيبه كلها مشتقات نفطية. بنتمنى انه، لانه اذا ارتفعت اسعار النفط هذا بده ينعكس طبعا على سعر الكلفة للمشتقات النفطية اللي احنا بنستوردها. وبس الكويس انه الضريبة الثابتة اللي وضعتها الحكومة هاي انا بعتقد انها جاءت لمصلحه المواطن ولا مزيد من الشفافيه. طيب دكتور، لنبدا بتسلسل ونجعله منطقي. بدايه، الاردن يسعر مشتقاته النفطيه على برنت. هو المشتقات النفطيه في لها سوق خاص، لها سوق خاص المشتقات النفطيه، يعني البنزين 95 90. طيب، ولكن الاردن يضع التسعيره بحسب وزاره الطاقه بناء على تسعيرة برنت. إذا ارتفع أسعار برنت نضع الأسعار المشتقات النفطية، المشتقات النفطية أكيد مقارنة في برنت. هل نشتري في الأردن برنت؟ لا، اللي بيجي للمصفى الخام، يعني أنت بتحكي اللي بيجي للمصفى بيجي النفط العربي الخفيف، والمصفى يعني خلينا نقول أول شيء 10 آلاف برميل نفط من العراق، هذول لوحدهم من ضمن الـ50 إلى 60 ألف. بس اللي بيجينا احنا مصفات البترول تشتري من ارامكو، او بيجي على ميناء العقبة وبتم بعدين نقله بالصهاريج لمصفات البترول لتكريره مباشرة. نعم. طيب، يعني نحن لا نشتري برنت، ولكن العربي الخفيف والمشتقات النفطية تتأثر بأسعاره. بالتأكيد. طيب، بالتأكيد. هذه هي المرحلة الأولى. نعم. بعد الاتفاق على المشتقات النفطية بشكل عام، كيف تأتي إلى المملكة؟ المشتقات النفطية شركات التوزيع بتقوم بشراء كل المشتقات النفطية زي ما حكينا من خلال عقود مع شركات عالمية، وبتم نقلها إلى العقبة، ومن ثم بعدين بتم خلينا نقول تسعيرها من خلال لجنة تسعير في وزارة الطاقة، ووضع الضريبة بجوز حضرتك بدك تحكي عنها بعد شوي، الضريبة الثابتة اللي وضعتها الحكومة. يعني سنصل إلى الضريبة الثابتة، ولكن يعني سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، ومن بعده نكمل الحديث حول كيفية تزود المملكة في الطاقة ومدى أمن الطاقة في المملكة بظل الأحداث التي تحدث عالميا في حولنا. أهلا بكم من جديد في الأحد الاقتصادي، وضيف هذه الحلقة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق دكتور محمد حامد. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني كنا قبل الفاصل نتحدث عن آلية تزود الأردن بالطاقة، وما إذا كانت هذه الأحداث الدولية ستؤثر على أمن التزود في الطاقة بالأردن. وسأعود من حيث انتهينا، شركات التوزيع تشتري المشتقات النفطية وتقوم باستيرادها إلى المملكة. من بعد ذلك؟ بعد ذلك بتم التسعير طبعا من قبل وزارة الطاقة من خلال لجنة التسعير اللي موجودين فيها ممثلين من السادة لجنة الطاقة مجلس النواب، وحسب اللي موجود الآن إنه سعر الكلفة كم بكل شفافية بكل وضوح، زائد هالضريبة الثابتة المقطوعة يعني مش النسبية لكل مشتق من المشتقات النفطية اللي إجتنا. طيب، فقط لا غير. اليوم نتحدث عن ضريبة ثابتة، أيهما أفضل، الثابتة أم النسبية ولماذا؟ نعم، أنا بعتقد أن الضريبة الثابتة أفضل كثير للمواطن، فيها شفافية أكثر، وبتخفف العبء على المواطن، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط عالمية. بمعنى لو كانت نسبية لما ترتفع أسعار النفط هاي النسب كلها بترتفع والمواطن بتحملها، أما لما بتكون ثابتة سواء يعني ارتفع لمعدلات غير مسبوقة أو عالية جدا. وأنا بحب أذكر أنه ب2014 وصل $100 للبرميل، فيعني كان ممكن لو حسب التسعيرة القديمة بتحملها هاي المواطن، الآن ما بتحمل أي رفع لأسعار النفط العالمي. فهي
بتعطي ميزة للمواطن، وأيضا فيها شفافية أكثر. أنت بتحكي عن تسعير، التسعير عبارة عن الكلفة، والكلفة واضحة ما حدا بيختلف. وإذا انخفضت أسعار النفط عالميا، وإذا انخفضت أسعار النفط عالميا الكلفة بدأت تنخفض على المواطن أبدا. بس ما حصة، في مشكلة. حصة الحكومة أو الضريبة الثابتة هي ثابتة، الضريبة ثابتة. ما هو يعني خلينا نقول الضريبة هاي بي يعني خلينا نأخذ الوضع كله بشكل عام. أيهما أفضل؟ أو قبل ما أقول أيهما أفضل، هل يستطيع أي إنسان أن يتنبأ بأسعار النفط؟ سابقا كنا نستطيع، الآن من الصعب جدا التنبؤ بأسعار النفط. سابقا كانت الأمور واضحة جدا، يعني حسب الفصول، حسب العرض والطلب، كان تقريبا يستطيع الناس أنه يتنبؤوا قديش أسعار النفط، وتكون تقريبا يعني متقاربة التنبؤ مع الواقعي. الآن الوضع اختلف، في أسعار النفط عمالها بتطلع وبتنزل بطريقة يصعب فيها التنبؤ كيف بدها تكون الأسعار عليه. طيب أكبر مثال، معلش عفوا، أكبر مثال الحوادث السفن اللي صارت خلال الشهرين الماضيات. يعني الحدث بقولنا انه والله مع وجود حوادث مثل هيك احنا بنتوقع انه الاسعار النفط عالميا ترتفع بشكل كبير جدا، بس هذا ما حصل. اتحدث عن رابع هبوط خلال يعني بالضبط سيدي. فانا بقول للمواطن الضريبة الثابتة أفضل بكثير من الضريبة النسبية اللي كانت سابقا، وبعتقد برجع بكرر هاي لأنه هاي مهمة جدا، فيها شفافية أكثر. المواطن بيعرف قديش الكلفة وبيعرف الأسعار واضحة جدا، ووزارة الطاقة عمالها بتقوم بعمل جيد بأنه يعني بتنشر المعلومات كلها للمواطن. دكتور نتحدث الضريبة الثابتة هي عبارة عن إجمال كل أنواع الضرائب التي كانت، نعم، بضريبة واحدة ثابتة واضحة. بالضبط، هذا أبدا، هذا ليست إضافية ولا هي، لا لا لا، هاي ليست ضريبة إضافية أبدا. يعني إحنا كل الضريبة، الضرائب النسبية 20%, 16%, 24%، كلها انشالت ونحط كم فلس أو كم قرش لكل لتر فقط لا غير. نعم أبدا. طيب وصلنا إلى مشتقات الشركات التوزيع، أتت بالمشتقات النفطية، نعم، وتم تسعيرها ووصلت إلى المواطن، نعم، بعد فرض ضرائب عليها من قبل، نعم، الحكومة. طيب اليوم الأردن، نعم، غير قادر على إنتاج النفط والغاز؟ والله سيدي خليني أقول شغلة، يعني إحنا الآن في مشروع بالأردن، في مشروع طموح اللي هو حقل الريشة، وأنا بعتقد أنه الاكتشافات اللي صارت مؤخراً هاي دليل على إن شاء الله مسيرة متقدمة وكبيرة جدا في مجال الغاز الطبيعي، وهذا بعطينا خلينا نقول مصدر آخر من مصادر الطاقة اللي نعتمد عليه. أنا بعرف إنه في ناس بيقولوا بس يعني 5% اللي جاي من ريشة مش كبير، بس إن شاء الله مع الاكتشافات اللي بتصير، هاي اكتشافات كثير مهمة. طيب دكتور يعني هذا الاكتشاف اللي متحدث عنه اليوم وكلنا يؤمن بأنه هو إنجاز، نعم، ولكنه أتى بعد 11 سنة من دون حفر أبار ومن دون شيء. صحيح. كانت الحكومات السابقة مقصرة في موضوع استكشاف النفط؟ والله شوف يعني بديش أقول مقصرة، بس بدي أقول أنه بجوز يعني كان في اهتمامات أخرى. يعني مثلا أعطيك مثال، وبجوز يمكن إحنا أخطأنا فيه، وأنا متأكد أنه أخطأنا فيه، اعتمدنا بفترة من الفترات فقط على الغاز المصري لتوليد الكهرباء، أوكي؟ جزء. اللي سبب انقطاعه جزء. كم سبب انقطاعه من خسائر؟ يعني احنا بنحكي عن 5 مليار دينار أردني، جزء اعتماده عليه، واحنا كنا نحرق الديزل، نحرق الديزل، يعني هذا خلينا نقول آخر إشي أي دولة بتفكر فيه، حرق الديزل لإنتاج الكهرباء، لأنه مكلف بطريقة مش طبيعية. لما يوصل الكيلو وات ساعة كلفته
حوالي 17 قرش أو 18 قرش، كثير عالي. وتصور أنه الفرق بين كلف الإنتاج وسعر البيع هذا كان دعم مباشر من الدولة للمواطن، هذا دعم مباشر، وهذا اللي سوى المديونية بنهاية المطاف. فاعتمدنا على الغاز المصري، انقطاع الغاز المصري، لكن الحمد لله بعدين الوضع اتخذت الحكومة خطوات في ذاك الوقت لانفراج الوضع، لعدم عودة مثل هذه الأخطاء. هذا مؤكد. يعني أول شيء كان ميناء الغاز المسال بالعقبة، ميناء الشيخ الصباح بالعقبة، هذا جزء من العمل الاستراتيجي الأردني، وأي إنسان أردني بيكون فخور بوجود مثل هيك ميناء، لأنه بأي لحظة إذا انقطعت كل الإمدادات أنت بتجيب الغاز المسال على العقبة وبعدين بتضخه بأنبوب الغاز العربي لكل محطات توليد الكهرباء بالأردن، ما عندنا مشكلة إن شاء الله. هذا واحد. اثنين، الطاقة المتجددة، مشاريع الطاقة المتجددة، يعني احنا بنحكي عن تنويع مصادر الطاقة وأمن التزود بالطاقة، هاي نعم. كثير مهمة. متى بدأت هذه المشاريع؟ يعني أريدك أن تكمل. يعني بدأت خلينا نقول ب 2012، يعني خلينا نقول كل مشاريع الطاقة المتجددة، و 2013 الميناء الغاز المسال، و أيضا اللي افتتحها دولة الرئيس قبل كم يوم، الخزانات المشتقات النفطية، الساعات التخزينية، هاي هذا عمل استراتيجي كبير ومهم للأردن وللطاقة. كلهم هذول طبعا ما ننسى الصخر الزيتي وتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي، هاي الخام اللي موجودة عندنا بالأردن وبكميات. إن شاء الله ب 2020 بكون حقيقة واقعة وبتم توليد الكهرباء منها. هذول كلهم تنويع مصادر الطاقة، هم كمان بنفس الوقت حققوا لنا أمن التزود بالطاقة. معلش خليني بس أقول كمان، أمن التزود بالطاقة، وجود أنبوب الغاز العربي اللي مار بالأردن هو أحد أهم برضو عوامل أمن التزود بالطاقة. لسبب، هذا الأنبوب جاي من مصر بمر بالأردن، ممكن طبعا لسوريا، وممكن يذهب للبنان، ومن ثم إلى تركيا. فيعني وبعتقد أنه بالسنوات القادمة راح يكون لهذا الأنبوب دور كبير جدا بجعل الأردن بلد ترانزيت في الطاقة. طيب، يعني الأردن يمكن أن يستفيد من هذه فعليا الأنابيب، سواء أكيد. من استهلاك أو حتى أن يأخذ رسوم عبور. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، ما دام موجود أنبوب الغاز العربي اللي بتديره شركة فجر، ما دام موجود احنا منظلنا بخير ان شاء الله. نعم. طيب، يعني هذا نتحدث عن مشاريع استراتيجيه. نعم. يعني ناتي بالمشتقات النفطيه والغاز وغيره من هذه المشتقات ونخزنها او نستخدمها او ننوع في استخدامها. صحيح. ولكن ماذا عن فعليا الغاز الموجود لدى الاردن؟ يعني هذا الكلام لا يعتبر اعتماد على الذات، هو يعتبر اخذ احتياطات. نعم. اذا صح هي تنويع لمصادر الطاقه. نعم. ابدا. وخليني أقول إنه الطاقة المتجددة هي اللي خففت شوي من أمن التزود بالوقود، مش بس بالأردن، بالعالم. يعني في استراتيجيات واضحة لأمن التزود بالطاقة، وفي إلها بنى تحتية مختلفة، لكن وجود الطاقة المتجددة في البلد، البلد عماله بنتج طاقته بإيده وبتم استهلاكها داخل البلد بكلفة أقل بكثير، فالطاقة البديلة عمالها بتعطينا كمان
نوع من أمن التزود بالوقود. نعم. طيب دكتور، سأعود إلى جزئية الغاز. نعم. الأردني، يعني الكل يأمل بالاكتفاء الذاتي فعليا، يعني خاصة قبل قليل كنا نتحدث عن مصر التي في لحظة من اللحظات تسبب عدم وجود الغاز لديها أزمة. هذا صحيح. وفي نفس الوقت بعد فترة بسيطة اكتشفت أيضا آبار جديدة للغاز. صحيح. واليوم تكتفي ذاتيا. صحيح. مصر وتصدر. وتصدر. نعم. طيب الأردن ممكن أن نصل إلى هذه المرحلة؟ والله إن شاء الله، يعني أنا بقول إن شاء الله اللي تم بحقل الريشة مشروع طموح جدا، واعد، بس خليني أقول إحنا يعني مش بس بالريشة، حقل الريشة، بس بمناطق مختلفة من الأردن ما زالت هاي المناطق غير مستكشفة. يعني ما واحد يجي يقول إنه والله بالمنطقة هاي ممكن في غاز أو ما فيش غاز ويكون جازم وقطعي، لا يستطيع. طب كم حجم المناطق الغير مستكشفة ولماذا لم نستكشفها لليوم؟ يعني والله سيدي، يعني بشركة البترول الوطنية وب خلينا نقول هيئة الطاقة والمعادن عند في خارطة للأردن لكل البلوكات اللي موجودة وشو خلينا نقول الثروات المعدنية اللي موجودة في كل بلوك، سواء صخر زيتي أو غيره أو اليورانيوم أو مثلا الغاز اللي موجود بالريشة وغيرها. يعني هاي كلها موجودة عندنا بالأردن، ما نحتاجه بنهاية المطاف إلى شركات متخصصة عالمية إنها تأتي للأردن وبتبلش بالتنقيب، مرحلة التنقيب. هلأ شركة البترول الوطنية ما شاء الله، يعني هم قاموا بعمل جيد وعمل كثير ممتاز، وبلشوا بحفر بئر جديد، ويعني إن شاء الله النتائج بتكون واعدة إن شاء الله. نعم، يعني سنكمل هذا النقاش وهذا الحوار، ولكن مشاهدينا بعد فاصل قصير ونعود من بعده لنكمل الأحد الاقتصادي. أهلا بكم من جديد في الأحد الاقتصادي، ونرحب من جديد في ضيف هذه الحلقة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق دكتور محمد حامد. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، كنا عند نحتاج إلى شركات عالمية كبيرة للتنقيب عن النفط. طب شركة البترول الوطنية وهذا الإنجاز الذي قدمته للعالم قبل فترة بسيطة، نعم، نستغني عنها؟ لا أبدا أبدا، ما يعني ما شاء الله، يعني شركة البترول الوطنية فيها كفاءات وكفاءات مميزة. طب لماذا نحن اليوم بحاجة إلى شركات عالمية لتأتي في ظل وجود عندنا شركة وطنية؟ خلينا نقول إنه يعني شركة البترول الوطنية لوحدها بالكوادر اللي موجودة وبالمعدات اللي موجودة بعتقد ما راح يعني تستطيع إنها تقوم بمهام التنقيب على مستوى الأردن. طيب ندعم شركة البترول الوطنية بحيث تصبح أكبر. هذا أحد الخيارات. وقادرة على مسح مساحات أكبر. هذا أحد الخيارات، نعم، هذا أحد الخيارات. وأنا بتذكر إنه شركة البترول الوطنية بتعرف يعني كانت تنتج حوالي 10 مليون قدم مكعب باليوم من الغاز. تمام. بس الحكومة كانت تشتري بأسعار رمزية بسيطة. صحيح. جدا أقل من السعر العالمي الحكومة تشتري فيه عالميا، أقل بكثير. فالآن يعني خلينا نقول بصير عندهم ميزانية كويسة من خلال بيعهم الغاز للحكومة، أقل خلينا نقول أقل من الغاز المصري، بس هم دكتور بنهاية المطاف مستفيدين. شركة البترول الوطنية على خارطة الحكومة؟ بتوقع نعم، بتوقع انه مش بس يعني شركة البترول الوطنية، بتوقع انه الحكومة جادة بهذا المشروع الطموح الوطني لاستكشاف الغاز والبترول في الأردن. طيب كنت وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، نعم، هل فعلا هناك من يعرقل ملف استكشاف الغاز والنفط؟ ابدا ابدا، يعني انا بعتقد انه هاي نظرية المؤامرة يعني صدقني غير موجودة مطلقا ابدا. طيب أبداً. تقصير؟ مش قضية تقصير، بجوز زي ما حكيت لك انه في اهتمامات كانت بملفات ملحة، كانت يعني كثير كثير ملحة. نعم. طيب
اليوم يعني تحدثنا عن سلسلة إحضار المشتقات النفطية، نعم، ولكن الحكومة ما زالت هي من تسعر هذا المشتقات صحيح. النفطية، هذا صحيح. هل هناك نية لتحريرها؟ أنا أتمنى أنه بعد ما قامت الحكومة ب يعني خطوة كثير ممتازة لصالح المواطن وأعطت مزيد من الشفافية في عملية تسعير المشتقات النفطية ووضع الضريبة الثابتة مش النسبية، أعتقد بجوز يمكن الخطوة التالية إنها تكون تحرير تسعير المشتقات النفطية وترك هذا الموضوع للسوق هو يحدد. لا يعني دكتور المستورد أو شركة التوزيع اللي بتستورد هي اللي بتسعر المشتق النفطي، بصير تنافسي. عفوك، هلأ احنا بنروح على الدول الثانية، بتروح على دول أوروبية وغيرها، بتمر على المحطة هاي لشركة معينة سعر اللتر كذا، بتروح على محطة ثانية لشركة ثانية سعر اللتر أقل بقرش أو قرشين، فهي موجودة في كل دول العالم، يعني بلاش أقول كل دول العالم، معظم دول العالم مشان أكون دقيق، وما فيش إشي بمنع أنه تكون موجودة عندنا. لا، ممكن الخطوة الأولى تكون أنه إحنا نحط أسعار يعني سقوف، حط سقوف للأسعار ممكن وبعدين نحررها كلها. أنا بتذكر، بس بدي أعطي مثال عفوك، بتذكر في قضية تسعير المواد الغذائية، هلأ كان يطلع بالجريدة تسعير مواد غذائية، لا الحكومة قالت أنا هذا بدي أطلع منه وخلي السوق يقرر الأسعار، فكانت الناس خايفة أنه الأسعار رح تطلع خارج المألوف، بس ما صار هالحكي. طيب دكتور، يعني المواد التموينية نتحدث عن يعني سكيل أو يعني مجسم صغير، نعم صحيح. المشتقات النفطية يعني ممكن أن يكون هناك احتكار؟ ما بعتقد، لأنه أول شيء في عندنا ثلاث شركات كبرى عمالها بتستورد وبتوزع المشتقات النفطية، والحكومة كمان ممكن تدخل كمان ثلاثة لأنه مضى عليهم هذول 5 سنوات، ممكن تدخل كمان مجموعة من الشركات، فما بعتقد أنه يعني راح يكون في نوع من الاحتكار أبدا. بس خليني أعطي مثال، مصفات البترول كانت محتكرة لفترة طويلة جدا، نعم لفترة طويلة، ولكن كان لديها امتياز حكومي، فكانت الحكومة هو إذا صح التعبير رابطيتها بشيء بشيء معين. أكيد. نعم. طيب دكتور، نتحدث عن قطاع نقل، نعم، وأنت كنت يعني ذا علاقة فعليا بقطاع النقل. صحيح. قطاع نقل بشكل عام متردي في الأردن. صحيح. يعني لا يختلف اثنين على أنه قطاع النقل في الأردن يعني قطاع ضعيف جدا. صحيح. هذا لمصلحة الحكومة لزيادة استهلاك المشتقات؟ أبدا 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 سيدي. خليني أقول، إحنا بالتقرير حضرتك ذكرت أنه بتم استهلاك حوالي 100 مليون برميل نفط يوميا عالميا، 60 مليون بروح للنقل عالميا. إحنا عندنا قطاع النقل بيستهلك 40%، هذا رقم كبير، كثير كبير، والمشكلة إنه رقم كبير والنقل العام اللي موجود عندنا متردي بطريقة إنه عماله بحط يعني خلينا نقول عبء كبير على المواطن. يعني جلالة سيدنا بأكثر من كتاب تكليف سامي كان واضح إنه لابد من تطوير قطاع النقل. ماذا قامت الحكومات ردا على التكليف السامي؟ هلا خليني اقول انه لحد الان ما حط، يعني احنا عارفين شو المشكله. هلا بتسال اي اردني، اي مواطن اردني بتساله شو مشكله النقل، بقول لك شو مشكله النقل، احنا كلنا عارفين المشاكل. معقول ما عرفنا الحل؟ خليني اقول لحد الان ما حطينا اصبعنا على كيف بدنا نمشي مشان نحل معضلة مشكلة النقل العام للركاب. يعني مثلا أعطيك مثال، اللي بتقوم فيه الأمانة هذا إشي كثير كويس، الباص السريع ما اللي بتسمعه أنه والله تأخروا كذا وإلى آخره، بس هذا يعني سيكون العمود الفقري للنقل العام طبعا وأجزاء المكتملة، العمود الفقري للنقل العام في عمان. طيب خلينا نروح على الزرقة، خلينا نروح على إربد، نروح على الصلب، نروح على الكرك والطفيلة ومعان، وين النقل العام؟ خلينا نقول معان
اللي بده يروح للكرك من معان للكرك، وين النقل العام الجيد اللي بده يركبه الشخص. بس أنا بقول لك اللي بيحكوا أهل المنطقة بتستنى باص موسم يسيدي. طيب يعني نتحدث أيضا عن سكة حديد كانت لدينا في زمن غابر في الأردن، وكانت تمر بالأردن وكانت تخدم عدد كبير من الأردنيين والركاب والتجارة أيضا. صحيح. ذهبت هذه السكة. صحيح. طب يعني ألا يمكن تجديدها، إعادة البناء عليها أيا كان؟ أنت بتحكي عن خط الحديد الحجازي. نعم. خط الحديد الحجازي، بس قبل ما أحكي عنه إذا سمحت لي تفضل. خليني بس أقول إنه النقل العام والوضع اللي إحنا موجودين فيه، وخليني أخذ العاصمة عمان، إذا بدنا نجعل من العاصمة عمان أنموذج وتكون هي أفضل مدينة للعيش بمنطقة الشرق الأوسط، بده يكون عندنا، وأظن في خطة بس بدنا نمشي فيها، وهاي الخطة ما بحيد عنها أي أمين عاصمة بيجي نهائيا، بدنا نمشي فيها وننفذها كلها بحذر. كل شيء من النقل العام، من الخدمات المقدمة للمواطنين، من طيب هل يعقل أنه لحد الآن إحنا ما زلنا بالنفايات الصلبة مش قادرين نعالجها ونستخرج الطاقة منها وكذا؟ معقول يعني بدأنا بالغباوي، يعني قصدي قديش صار لنا إحنا فترة طويلة وما طلعنا بالنتيجة اللي بدنا إياها. صحيح. طيب هاي يعني خلينا نقول مش صعبة، مش صعبة تحقيقها. نعم. طيب خط الحديد الحجازي. خط الحديد الحجازي أول شيء سيدي هو بسموه نارو جيج، هو رفيع. نعم. مش الستاندرد العالمي خلينا نقول. يعني أنا بقول ممكن الباص السريع اللي بده ينعمل ما بين الزرقاء وعمان، أو القطار الخفيف الزرقاء وعمان، لا هو باص سريع بين الزرقاء وعمان. القطار الخفيف تم يعني وضعه جانبا، بس احنا بنحكي عن عدامه. لا مش قضية هيك، بس أنا بقول أنا بدي أسألك. نعم. افرض أنه عملنا قطار خفيف بين عمان والزرقاء، طيب ونقلنا الناس من الزرقاء لعمان، اجوا لعمان بمجمع المحطة، بعدين كيف بدي إذا ما عندي محطات تصريف يعني منطقية وخفيفة، ما صارت خدمة محترمة، إذا ما عندي شبكة تنقلهم من المكان اللي نزلوا فيه لكافة أنحاء عمان، معناته أنا ما سويت إشي. ونفس الإشي لما الراكب بنزل بالزرقاء إذا ما وجد شبكة. طيب الباص السريع بحل هاي المشكلة؟ بعتقد إنه بحل مع الخطوط الثلاث الكبرى اللي بتعملها أمانة عمان حاليا. شو بفرق؟ إنه يستطيع مثلا، أعطيك مثال، الطالب الموظف كذا اللي موجود بمستشفى الجامعة جاي من الزرقاء لمستشفى الجامعة للجامعة الأردنية للأماكن اللي موجودة بسويلح إلى آخره، بستطيع مباشرة يأخذ الباص السريع ويجي على الجامعة الأردنية والمناطق المقصد النهائي تبعه، يعني في مواصلة واحدة. مواصلة واحدة نعم. طيب القطار والسكك الحديدية، السكك الحديدية يعني لا تتوافق مع الستاندر العالمي كما ذكرت، خط الحديد الحجازي. خط الحديد الخط الحديد الحجازي، يعني أنا بقول لو تم صيانته واستخدمناه للسياحة يعني شيء رائع، كثير رائع، بمر بمناطق فعلا فيها جمال الطبيعة كلها. يعني ممكن نستفيد منه بالسياحة بشكل كبير جدا الخط الحديد. بس بالنقل والشحن والبضائع لا، يعني هو كان يستخدم يعني للنقل، بس قضية البضائع، نقل البضائع والشحن، هاي القضية بالذات انت بتحكي عن تيرمينالز، يعني أماكن محددة لازم يمر فيها، وأمرار السكة بتمرش فيها. نعم. يعني الحديث يطول، خاصة إذا تحدثنا عن تسعيرة مشتقات نفطية، وإذا تحدثنا عن نقل وعن طاقة بشكل عام، ولكن يعني إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق دكتور محمد حامد، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا تابعونا دائما في الأحد الاقتصادي في نفس الموعد، وإلى اللقاء.